الله. نعم، صباح الخير زميلة فخر، صباح الخير زميل مجحم، صباح الخير على كل مشاهدينا وعلى كل مستمعينا عبر أثير إذاعة الأمن العام ومشاهدينا أيضا على قناة جوردن أمن تي في. حقيقة اليوم مع هذا الإعلان وهذه الأنباء عن إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، يترافق معها عدد من الإجراءات العملياتية والأمنية والمرورية. يسعدنا في هذا الصباح زملاء أن يكون معنا في على الهاتف مباشرة عطوفة اللواء عاطف سلامة السعودي مدير الأمن العام، معنا على الهاتف مباشرة. يعطيك العافية عطوفتك ويقويك إن شاء الله، وكل عام وأنت بخير. صباح الخير لك ولكل الأردنيين، صباح الخير أيضا للتلفزيون الأردني وللقائمين على هذا البرنامج الرائع، هذا البرنامج المفيد. عطوفتك يعني إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة يترافق معه دائما وأبدا عدد من السلوكيات، قبل عدد من السلوكيات يترافقه عدد من الإجراءات الأمنية التي تتخذها مديرية الأمن العام هناك تعبير عن الفرح، وبعض السلوكيات في التعبير عن الفرح، هناك بعض الإجراءات، هناك بعض الذين يقومون بسلوكيات مرورية، سلوكيات أمنية أيضا. ماذا تقول في هذا الصباح عطوفة مدير الأمن العام؟ صباح الخير ومبارك لجميع طلبتنا هذا اليوم، وإن شاء الله تتوالى أفراح الأردنيين. آمين. يعني كل يوم بيوم. طبعا زي ما بنعرف إحنا أنه الساعة 11 سيتم إعلان النتائج مؤتمر صحفي من نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم، وبالتالي إحنا في جهاز الأمن العام طبعا في السنوات الماضية هناك بعض السلبيات اللي رصدت طبعا، وبالتالي لابد أن يتم مراقبة هذه السلبيات. من هذه السلبيات طبعا أطلاق الأعيرة النارية ابتهاجا بهذا النجاح، بالإضافة إلى استخدام المواكب والخروج من السيارات أيضا، واللي أدت في السنوات الماضية إلى وفاة عدد من الأشخاص، خصوصا من الأشخاص نفسهم يعني اللي بنجحوا بالتوجيه. لذلك يعني اتخذنا الإجراءات التالية. إحنا هذا اليوم طبعا رصدنا وتحدثت مع معالي وزير التربية والتعليم، سيتم الإعلان الساعة 11، وإحنا بلشنا من الساعة 8 اليوم لاتخذ إجراءاتنا. سيشارك طبعا هذا اليوم في هذا الواجب حوالي أكثر من 20,000 شرطي طبعا، بالإضافة إلى المتعاونين معنا من المواطنين الشرفاء أيضا على 911. وبالتالي سيكون هناك هذا اليوم سيكون هناك إنذار فوري لجميع رجال الأمن العام، ويكون أيضا بمشاركة زي ما قلنا المجتمع المحلي، وأيضا ستشارك أيضا في هذا أيضا طائرات الهليكوبتر، وستكون مزودة بكاميرات لتصوير كافة المواكب وأرقام السيارات. أما فيما يتعلق بإطلاق العيارات النارية سيكون هناك إجراءات مشددة، وأي مكان سيخرج منه طلقة واحدة سيتم بالقبض على طالب التوجيه وتوديعه إلى السجن عن طريق الحاكم الإداري وعن طريق المدعى العام. وبالتالي لن يكون هناك واسطة، لن يكون هناك واسطة في هذا المجال نهائيا. وبالتالي هذا إنذار، هذا إنذار لجميع المواطنين الشرفاء اللي دائما سلوكهم إيجابي واللي دائما بتفاعلوا مع أمن الوطن، أن نقلع عن هذه العادة، واللي بالحمد لله ما أنا بقدر أقول عنها هي انتهت، ولكن قد يخطر في بال بعض الأشخاص للرجوع لهذه، ولم نسمح بالعودة إلى هذه الظاهرة نهائية. وبالتالي لابد أن يكون هناك تعاون مع أخونا إخواننا المواطنين الأعزاء اللي دائما هم لهم الهدف الرئيسي في توفير الأمن والأمان. وأنا بعرف بالسنوات الماضية وزي ما بعرف كل الأردنيين فقدنا عدد من الأشخاص بأعداد كبيرة جدا نتيجة هذه الأفراح، وبالتالي فرحتنا بتكون هذا اليوم أن نستمر فرحنا وأن لا نفقد من الأشخاص الغالين علينا اللي بنجحوا بالتوجيه، وبالتالي ومن أيضا زملائهم اللي بتمنى أن يمضي هذا اليوم وغدا بإذن الله أن يكون يعني الاحتفال أن يكون احتفالا منطقيا عادلا. وبالتالي الحمد لله يعني نستطيع أن نعبر عن هذا الفرح بوسائل أخرى غير هذه الوسائل. نعم، يعني عطوفة مدير الأمن العام، نحن نؤكد على رسالة مديرية الأمن العام بأن يكون هذا اليوم هو يوم فرح وليس يوم خوف، يوم خوف من ما لا يحمد عقباه، يوم خوف من مخالفة، يوم خوف من بعض الإجراءات التي من الممكن أن تكون ضد هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه السلوكيات. إذن هذه دعوة
دعوة عطوفة الباشا مدير الأمن العام لأن يكون هذا يوم فرح أردني وليس يوم خوف من إطلاق العيارات أو الخروج بالمواكب وتسكير الشوارع وما ذلك من هذه السلوكيات التي تترافق إعلان النتائج. نعم عطوفة مدير الأمن العام لازلت معنا؟ نعم سيدي نعم. نعم إذن يعني هذه دعوة عطوفة مدير الأمن العام إلى كل الأردنيين عبر أثير إذاعة الأمن العام وعبر شاشة التلفزيون الأردني لأن يكون هذا يوم فرح. عطوفة الباشا يعني نتحدث أيضا بإطار آخر، ما هي رسالتك إلى الأخوة الطلبة الذين يمكن أن يكونوا لم يحالفهم الحظ؟ هناك يعني أيضا منقول إحنا دائما في هناك مراعاة للمشاعر الآخرين، هناك بيكون في هؤلاء الطلبة يعني أيضا ترافق معهم بعض الإحباطات، ماذا تقول أيضا برسالة إلى الطلبة الناجحين وغير الناجحين من طلبة التوجيهي؟ سيدي الناجحين مبارك لهم سلف، وأيضا أن يكون احتفالهم إيجابيا منطقيا، وأن يراعوا أيضا شعور زملائهم اللي كانوا معهم بنفس الصف وبنفس الطاولة وبنفس هذا، وبالتالي لابد أن يراعوا شعورهم ونبارك لهم، وإن شاء الله يظلوا ملتزمين بالقانون خصوصا بموضوع المواكب، يعني فقدنا ناس كثير وعرض الخطر لناس كثير لذلك أيضا أي سيارة راح تشارك بمواكب سيتم حجزها في 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 مكان الحجز المخصص في سواقها لمدة لا تقل عن شهر. نعم. بالمناسبة هذا إجراء إداري سيكون أيضا بإذن الله. أما أشخاص اللي طبعا اللي ما راح يحالفهم الحظ يعني ليست النهاية، هذه ليست النهاية، وهناك فرص أخرى، وهناك أيضا إحنا أيضا بحاجة لجميع الناجحين وغير الناجحين. نعم. في الأردن لكي يبذلوا جهودهم، طبعا هناك مؤسسات في المملكة الأردنية، وهناك برامج أيضا من التربية والتعليم سيتم التحدث عنها عن طريق الوزارة، يعني ليست النهاية أن الواحد برسه بالتوجيه، ليست النهاية، وإنما طبعا لابد أن يكون هناك تعاون مستقبلا، وأن أيضا أن تكون هذه السلبية إذا اعتبرناها سلبية أن يكون التعامل معها أيضا التعامل معها، والأهل أن طبعا يبذلوا جهودهم بالتخفيف عن أبنائهم اللي ما استطاعوا طبعا، مش أن نبتعد عن اللوم لهؤلاء الطلبة، وبالتالي هذا هو نصيب وهذا ما قدموه بالنتيجة. نتمنى إن شاء الله أن يمضي هذا اليوم على خير بإذن الله، وأن يستمر الفرح للأردنيين بكافة المناسبات إن شاء الله بإذن الله. وهي تحية أيضا لسيدنا قائد هذا الوطن اللي دائما وأبدا عن هدف الشباب، وبالتالي حماية هذه الشباب. نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن يمضي هذا اليوم ونحن نسلك سلوكا إيجابيا منطقيا، وهي رسالة من خلال هذا البرنامج من خلال التلفزيون الأردني أن نوجه هذا الرسالة، وأنا أعتبره رجاء للأردنيين جميعا أن نلتزم وأن نعبر عن هذا الفرح بكل سرور وبكل التزام بالقوانين. نعم. وأن يكون سلوك إيجابي. عطوفة اللواء عاطف سلامة السعودي مدير الأمن العام كنت معنا عبر الهاتف مباشرة بهذا الربط التلفزيوني مع الزملاء في التلفزيون الأردني، أشكرك يا سيدي جزيل الشكر وتحياتنا إليك يا سيدي. شكرا جزيلا إلى كل جميع الشباب اللي معك أيضا بالتلفزيون الأردني. شكرا جزيلا. أعود إلى الزملاء فخر ومجحم في التلفزيون الأردني. إذن هذه هي رسالة مديرية الأمن العام، عطوفة اللواء عاطف سلام سعودي كان معنا على الهواء مباشرة وتحدث عن أن الإجراءات الأمنية والشرطية والمرورية التي تقوم بها مديرية الأمن العام، تحدث أن يكون هناك اليوم هذا يوم فرح بعيد عن كل السلوكيات السلبية التي من الممكن أن تترافق مع إعلان النتائج. أعود إليكم زملاء مع كل الاحترام.